السلام عليكم. كنت في أحد الصيدليات، فدخل أخ لنا من الأجانب، طبعا طلب من الدكتور مسكن، منوع، نوع من أنواع المسكن، لكن لم يطلب كامل الكرتون، بل طلب قصديرة واحدة. فما حنا بالعكس الحقيقة، يعني حنا لما نروح الصيدلية الواحد بس عطنا وعطنا وعطنا من هالأدوية وشيل من هالكراتين، ومن استخدام يوم ولا خف جداحن. ليش الواحد مثل انه ما يطبق طريقة الأجانب، مثل انه مثل ياخذ عدد محدود من الدواء، مثل اللي هو يما قصديرة واحدة وكذا، فإذا نفعت إن شاء الله والشافي الله سبحانه وتعالى، خلاص الواحد يصير انه اكتفى، انه بدل ما ياخذ ادويه زياده عن حاجته وبعدين يرميها. لاحظ كثير من الادويه الان، بعض الادويه المرميه في الزباين، هذه الحقيقه ملاحظه لاحظناها في الصيدليات، اللي هي تلقاها معدومه عند اخواننا السعوديين، لكن الاجانب يطبقونه، اللي ما يطلب دائما كامل كرتون او كذا، يطلب قصديرة واحدة. وفي دول غير السعودية مثل مصر ومصر وغيرها، هذا يعطونك بالحبة، ما هو بعد بالقصديرة، يعني تلقاه ويعطيك بالحبة، تبي حبة حبتين ثلاث، شوف نفسك هل هذا العلاج ينفع لك ولا ما ينفع، هل استفدت منهم ولا ما استفدت منهم، فأقل المصاريف. فهم الحقيقة يستخدمون دائما الطريقة الأسهل، والتي حقيقة لا يكون فيها تبذير، وتكون حقيقة يعني قليلة المصاريف. فهذه موجودة في الصيدليات الطريقة هذه، انك تطلب قصديرة واحدة لبعض الأدوية، مو كل الأدوية، بعض الأدوية التي تسمح بهذا الشيء، فتشوف تجرب نفسك والشافي الله سبحانه. كان فيها فائدة انتهى الموضوع، ما كان فيها فائدة أو تطلب المزيد، فممكن تروح تأخذ القصيرة ثانية. تحياتي وشكرا.